لو فريقك جاله رمية جزائية في آخر ثانية وانتوا خسرانين، اوكي تشوتي ولا لأ؟ ولو في ايدك تختاري حد يشوت، تختاري مين؟ لا اشوطها لو انتي بره وهتختاري حد من الملعب، مين اكتر حد تثقي فيه؟ صندس. مين اصعب واحدة دفعت عليكي في مسيرتك؟ هي واحدة معايا في الفرقة ليلى هيثم. مين اصعب حارس مرمى لعبتي قدامه؟ مي جمعة ايه اصعب بطولة كسبتيها؟ أفريقيا مع منتخب 2018 2017 اصعب لحظة كانت في مسيرتك؟ لما خدت كارت أحمر في ماتش تونس في الدقيقة 7 خدتيها ليه؟ عشان خدت دقيقتين 2-2. ما حاضر. اسألنيش ازاي في 7 دقايق. مين ماسك الأعلى في اللعبة؟ كاري براتست في منتخب النرويج. لو في إيدك إنك تلعبي لعبة تانية دلوقتي هتبقى إيه؟ ممكن باسكت. لو في إيدك تضمي لاعبة واحدة لفريقك هتكون مين؟ شيماء الوزيري. إنتي بتكوني مع مين أكتر، هانسن ولا كرافتيتش؟ لا هانس. لو بقى في منتخب يبقى حلمك، لو هتختاري حاجة واحدة، تشاركي أولمبياد ولا كأس عالم؟ لا اولمبياد.